على كلمة وخطوة على خطوة وراح فيها قلبي. عن لحم الأرنب، قلت لحم الأرنب حرام، والحينم أقول حرام وأقولها حتى ينقطع النفس، لحم الأرنب حرام. عندنا نصوص عن أهل البيت عليهم السلام تحرم أكل الأرنب. الأرنب من ضمن الحشرات، والحشرات عموما محرمة. قوله تعالى: والتين والزيتون، التين الحسن والزيتون الحسين عليهما السلام. كم 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 بارك الله فيك. أنا الآن لو أخير أني أبقى في الأرض أبكي على الحسين أو أروح للجنة، والله ما أريد الجنة، خليني أبكي على الحسين. الأول أحمر والتاني أحمر والتالتة برضك حمار.